واضح من الصورة أنه هالعيلة بتحب بعضها. لا تقطعني وأنا عم بحكي، بس خلص كلامي بعطيك فرصة مشان تسأل شو ما بدك. فهمت شو عم قول؟ أو هذا اللي قدامك كان زوجي السابق. أديتيا، أديتيا جندال. هذا الزلمة كتير بيشبهني. يعني تقولي أنا وياه نسخة؟ عن جد ما عم صدق. يعني فيني يكون زوجي؟ لا، أديتيا بيكون زوجة. أنت هلأ بس واحد بيشبهه. يعني هلأ حضرتك بتكون زوجة. يكفي، دقق بالصورة منيح. شكله وتعبيره كلها بتشبهني. لابس تياب كتير حلوين يا عمي. التياب بتلعب دور كتير مهم. يعني إذا أنا لبست مثل هدول التياب أرجون ممكن... نحن عم نحكي بموضوع كتير جدي وأنت قاعد عم تحكي عن التياب. تعال هون بسرعة وقعد. اسمعني منيح، هاي المرة بتكون لك. هي هي. شو قلت؟ علي صوتك. شو قلت أرجون؟ أنت بتعرف شي لهالمرة؟ التقيت فيها قبل بمرة؟ يلا احكي لي، أنت شفتها لهالمرة شي؟ وين شفتها؟ طب وين التقيت فيها؟ نيشا، يلا احكي أرجون. نيشا، يلا قلي وين شفتها؟ يلا احكي لي. نيشا اهدي، نحن هون مشان نحكي عن عيلة جندالو بس. اهدي، انسي خلاص، عادي بكفي. يلا هاي البنت بتكون جيا. معناتها ما كانت عم تكذب علي هداك اليوم. بس هي من وين بتعرفها؟ هذا الموضوع كتير مهم ولازم أعرف أكتر عن أديتيا. مدام أنا خلاص انسى، انسى اللي صار. أرجون، هاي بتكون جانفي وهي اللي خطفت مني زوجي وبعدته عني وعن بناتي. بلحظة قدرت تاخد كل شي. نحنا كنا عيلة سعيدة كتير، أنا، آدي والبنات. ومن لما فاتت جانفي على حياتنا دمرتنا. كانت بحاجة للشغل ومضطرة عليه، لهيك آدي شغالة عنده. وبشطارة قدرت تسيطر عليه وقدرت إنه تخرب لي حياتي. لك حتى هي ما فكرت أبداً شو رح يصير بالبنات. الظاهر إنه نيشا عم تحكي عن نفس البنت اللي حكيت عنها جيا. أنت عم تسمعني؟ إيه مدام، عم أسمعك. ولحسن الحظ آدي بذكائه قدر إنه يعرف كل مخططاتها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.